السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزاين. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على موهبة جوباتيس الصاعد، وين تشعل الصراع بين المغرب والسويد. عب يعني موهبة يلعب في جوباتيس. شوف الناس، شوف احنا كي نجيبو كيما هكا نتكلموا، حتى ليبيا وجابت لاعب عنده 19 عام يلعب في برشلونه، 19 عام يلعب في برشلونه. خلينا غادي انا نهضر على القضيه تاع المغرب، كيفاش رامي يعني اي لاعب يبان، اي لاعب يبان كيما الضربه تاع الغارديا الخمساني هذاك. نهار اللي جانا الجزائر الناس كاع دايره هنا، صح حاجه مليحه، بصح عطيناكم الحقيقه، نعطيكم الحقيقه. تلقى الضوء الاخضر باش يعاود يغير الراي تاعو ويجي الجزائر. نهار اللي راح تشيلسي اختار المغرب، نهار اللي راح تشيلسي اول ايامه كي وقع في تشيلسي اختار المغرب. من بعد تلقى الضوء الاخضر من عند الركراكي، قال له بيت روح غير روح، عندي بونو، عندي محمدي، عندي منا، عندي الاخر طالعين، لا بيت روح غير روح، ربي سهل عليك. جا الجزائر، هذه هي الوزاني هذاك اللي صار عليه الوزاني، كان في الايفان تروا كان روبلاس. حنا دروك عندنا كاينين لعابه، ماذا بينا نزيدو نجيبو لعابه، بصح المنافسه مليحه، بصح راه عندنا لعابه في البوست تاعو، حنا نحتاجو في الدفاع. انا اللي بغيت نهضرو بغيت الضغط وبغيت نديرو شنو ونديرو منها، كاين الياس بن قاره هذاك واه، هذاك واه، كاين شرقي اللي يلعب في اف سي باري هذاك واه، بصح الوقت ما نعرف على ما جبناهوش نقارو. بغيت نديرو شنو نديرو في زاز هذاك اللي يلعب في بريمن يلعب دو هذاك واه، هذاك هو بوموكا اللي يلعب في الجزائر هذاك واه. هذا كيفاش حنا نعاودوا نولوا وين يخوض الاتحاد المغربي لكرة القدم صراع محموم ضد ناظره السويدي حول النجم جوفنتيس الايطالي يونس الروحي صاحب العشرين عام، والذي بدأ يشق طريقه بنجاح في الملاعب الايطالية في انتظار حسم قراره النهائي بشأن المنتخب الذي سيرتدي قميصه مستقبلا، وعلما بأنه يلعب حاليا في صفوف المنتخب السويدي تحت 20 عام. ويحاول الاتحاد المغربي لكرة القدم إقناع اللاعب الشاب يونس الروحي صاحب الأصول المغربية على اعتبار أن والده مغربي وأمه سويدية من أصل بولندي من أجل تمثيل المنتخب الأسود الأطلس مستقبلا، وذلك بعد أن تمكن من استقطاب عدد من المواهب المتألقة في الدوريات الأوروبية في السنوات الأخيرة، مستغل إنجاز الباهر الذي حققه المنتخب الأسود الأطلس في بطولة كأس العالم بقطر 2022 حين بلغ الدور النصف النهائي في إنجاز غير مسبوق عربيا وإفريقيا. ونقولها ونعود على المغرب، كان له الفضل في إدخال لافريك كومبلي، لافريك كومبلي في ليستوار تاع الدومي فينال. خد جوية ماريكان 1930 وصلت دومي فينال، من فما كاس اللي دخل موراها كانت هي الأولى، وموراها يعني من بعد صح خلينا من أمريكا لاتين منها، خلينا لوروب صح، بصح آسيا تا 2002 كانت بين ثلاث يعني زوج منتخب زوج قارات يعني لأمريكا لاتين وأوروبا كانوا هما مسيطرين في الدومي فينال وكلش. خطره برك وصلت جهه امريكان يعني وين وصلت دومي فينال 1930 حتى 2002 وين اسيا دخلت دومي فينال تاع اليابان هذيك. ومن بعد 2022 المغرب وين دخل لافريك ليستوار تاع دومي فينال كوب دي موند، انجاز كبير.
وأضاف المصدر وين يقوم الكشاف الاتحاد المغربي بعمل كبير من أجل إقناع لاعبين صاعدين من أصحاب الجنسية المزدوجة، والعمل جيد وين يعملون جيدا على تدعيم جميع الفئات السنية بالمزيد من المواهب مثل النجم جوفنتوس الإيطالي الصاعد يونس الروحي الذي يحاول تغيير جنسيته الرياضية من سويدية إلى مغربية حتى يتمكن من اللعب للمنتخب الأسود الأطلس خلال الاستحقاقات المقبلة. ويعد يونس الروحي أحد مواهب الصاعدة والتي يسعى المدرب جوفنتوس الإيطالي تيغو واحد صاحب 41 عام لمنحه فرصة اللعب دقائق أكثر بغرض دمجه تدريجيا في كتيبته تمهيد لاعتماد على هذا اللاعب الواعد أساسي مستقبلا في حال أثبت علو كعبه في منافسات الدوري الإيطالي. والجدير بالذكر أن يونس الروحي شارك مع ناديه الحالي جوفنتوس في المباراة الأخيرة ضد لاس فيرونا لحساب الجولة الثانية من منافسة الكالتشيو بعد أن دخل بديل في الدقيقة 77 في مركز ظهير أيسر، وإن مكن زميله خون وذلك بعد تصعيده إلى الفريق الأول في الفترة الأخيرة بقرار من المدرب الإسباني تيغو موتا. يعني أروح شنو نقول لك أروح على بالك إلا جابوه الديبونس تاع المغرب صايد تكمل. تخيل غادي يضربوا عليه باش يجيبوه، غادي يضربوا عليه باش يجيبوه هذا اللاعب. انا نقول لكم غادي يضرب خاطر عليه كان قال لي مزراوي اللاعب هو يلعب في لا دروات، هو ما وسط على لاغوش، هو ما وسط على لاغوش يلعب في لا دروات. الا جابوا هادو غادي تتخيط عنهم. صحيتو ميرسي حماديكم. انا نقول لكم تتخيط عنهم ما تالي كاع لعاب هذا الا جاهم صايك تربح، والله لا تربح خويا. نقول لكم هاكتو كشافين تاعهم كيفاش يخدموا. شوف كشافين تاعهم كيفاش يخدموا، راك تشوف يخدموا بكل قوه في كل اصناف. حنا كانت عندنا دايرين فاب رادار كانوا يخدموا الاكاديميات باسم الجزائر، يا الجزائر خلصهم بصح يخدموا باسم الجزائر، بصح يا يشوفوا لعاب مليح يعيطوا للخليه السريه اللي دايرها ولد عباس المدني يتصلوا يدوه الجزائر. كانوا يخدموا الاكاديميه تاع ولد مول فيرما والشيكور فانيك عنده اكاديميه الاخرى تاعهم الوكاله تاع لي مناجر. هذا مكان هذه هي خويا كانوا كيما كيخدموا. على بالك جوال واحد اخر ولا لاعب ذو اصول مصريه يعلن انضمامي الى ليفربول. عشان تختم يعني نسيت تختم صاحبي يا الناس اللي تخدم مع صاحبي. ليا والناس اللي تخدم والله ما يخدموك هو ابن سعد. قال قلنا خدمه هنا فانيك تشوف لازم لا لازم 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 تشوف كيفاش كيفاش تخدم. والناس اللي تخدم خويا
هيا بالبركه عليهم اودي. الناس اللي تخدم تبغي بلادها هذه هي، ما لازم يقعد منصب يخدم بكل قوه كاش بكل قوه قدامك. حنا لا لا داو دايره نني باغيها تعطيها هكا بالرقاد قبره وخريف يا درا. ما تنساوش عطونا جيم كومونتير، بارطاجونا لي فيديو، وما تنساوش ثاني تفعيل الجرس، وان شاء الله دائما معكم بجديد. اللي مشي ابوني معنا، وربي يحفظكم.